يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقدم طاعة أولاده على طاعة الله تعالى؟ فهل هذا يعد من الشرك؟ نوع من الشرك، نعم، نوع من الشرك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد، والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذا وعيد وفسق، نعم.